كل حين وإلى الأبد. قونا يا ربنا وإلهنا نحن ضعفاء بحنانك، لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب. يا رب الكل الآن وإلى الأبد. يا رب من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك، اللهم أقمني بنقاوة القلب أمام مذبحك. أستهلك طريق الجمال وفاعل البير والمتكلم من قلبي بالحال. من بلسانه لا يغتاب وبصاحبه لا يصنع شرا وبقريبه لا ينزل عارا. ويقدر مبذول في نظره ويكرم الثياب. يحلف لرفيقه ولا يكذب ولا يقصد فطرته بالربا. ولا يقبل الرشوة على البني، فمن عمل كذلك لا يتزعزع للأبد. المجد للآب والابن والروح القدوس من الأزل وإلى الأبد. آمين وآمين. اللهم أقمني بنقاوة القلب أمام مذبحك. آمين. على التاريخ المضران طيبات الغيوان النام الضربين نودي لهم شفال بلا شلوم حتى نخلتها مليك المضران خطوفين لدمار وارو يدخل آوى وور الروح الدجال. آمين. 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 لا خمارت كل مهدينا لا في شوام شيحا شرحيا دلتو نحنا نطارعين والتوبان وقدم شاتا تشكير الدخيائي في ذي وذكر كيد المفحى مريا. لا خمارت كل مهدينا لا في شوام شيحا شرحيا دلتو نحنا نطارعين والتوبان وقدم شاتا شوحا لا ولولا والروح القدشة من عالم وعدم من عالم كامل وعلم. لا خمارة خلا مبينة لا في شوام شيحا شرحيا لتم نحن الطارئين والدبار وقدنا وشاتا صحيح شانا عمان. إنك يا رب حقا باعث أجسادنا ومخلص نفوسنا الصالح وحارس حياتنا الدائم، فلك ينبغي أن نؤدي الحمد والمجد والسجود يا رب الكل الآن وإلى الأبد. آمين. أرقخ نشبح كل عمال لها حياة. قديشة لها قديشة حيفانا قديشة لما يرثى رحم علي شوحا لا والأمر والروح الدرشة. قديشة لها قديشة حيفانا قديشة لما يرثى رحم علي من عالم وعدم العالم أمن وأمن. قديشة لها قديشة حيفانا قديشة لما يرثى رحم علي صل الشهر عمان. قديشة وشويحة حيفانا ولما يرثى دو قديشة عمار وقتنا صبياني لبتشبينا الطن مارك وصراح معلي ندم عدد خل عدن مارك خل آوى ورى روحك بتشان علمي. آمين. اجعلنا يا رب حكماء بتعليمك فتستنير عقولنا بمعرفتك وتتفدس نفوسنا بحقيقتك، وأهلنا لفهم كلامك وتكميل وصاياك الآن وإلى الأبد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل قرص بارك يا سيد. المسيح هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى. أأصحاب عرش كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطان،
كل شيء خلق به وله، قبل كل شيء وبه قوام كل شيء، وهو رأس الجسد أي رأس الكنيسة، هو البدء والبكر من بين الأموات لتكون له الأولية في كل شيء. فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله، وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات. والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوة، آمين. لله الحسن وأن نستمع إلى الإنجيل المقدس. فيه الحياة وفيه من أصحاب سلطان وعروش وإلى آخره،
وكل ما يرى وما لا يرى طبعا نقولها أيضا في قانون الإيمان. لكن هذه الكلمة الأزلية يجي في عالمنا حتى يجدد هذه الخليقة للأسف بسبب الخطيئة هي كانت مهددة بالزوال. دخول الله إلى عالمنا مثل ما أبدع في خليقته رح يبدع أيضا في هذا الخلق الجديد، لكن هذا الدخول رح يكون غريب وعجيب حتى في طريقة دخوله إلى هذه البداية الأخرى اللي راح تتم على إيد مريم العذراء. مريم راح تكون هالإمرأة البسيطة المتواضعة اللي ربنا راح يختارها حتى يجدد هذه الخليقة. هذا الدخول هو غير متوقع وغير منتظر، لأنه الله بالرغم من عظمته بالرغم من قدرته لكن راح يدخل بطريقة جدا مختلفة تختلف عن تصوراتنا البشرية وعن أفكارنا البشرية. هذا التجديد اللي حققه الله هو تجديد حتى يكون الإنسان الباطن فينا أيضا ينمو. يمكن الخلق الأول نتصور أكيد أنه الله هو يجدد كل ما أو خلق كل ما موجود، وهذا الموجود هو ينمو باستمرار لكن يوصل إلى مرحلة ويتوقف. حتى الإنسان إنساننا الخارجي أيضا يوصل إلى مرحلة البلوغ، لكن الإنسان الباطني بينا دائما مدعو إلى هذا النمو بدون توقف، لأنه الإنسان مدعو إلى الدخول إلى سر الخلاص. سر الخلق يكتمل في سر الخلاص، ولهذا ماكو مرحلة يتوقف فيها الإنسان المؤمن على أن ينمو نمو روحي. شكل إحنا كمؤمنين مسيحيين للأسف مقصرين في نمونا الروحي، شكل نحتاج أنه نشتغل على هذا النمو، لأنه سر الخلاص حتى نوصله أو نعيشه نحتاج بالفعل إلى هذا الاستمرار المتقدم في هذا النمو الروحي. هذا النمو الروحي ما هو فقط فردي وشخصي، هو جماعي أيضا، لأنه الرسالة اليوم تقول إنه المسيح هو رأس الجسد أي الكنيسة. ولهذا هذا النمو الفردي والشخصي يكتمل بالنمو الجماعي. علينا أن ما نهتم فقط بنمونا الروحي لكن أيضا نهتم بنمو الجماعة الكنيسة، والكنيسة لازم تكون واعية أيضا لهذا النمو حتى هي بدورها تقوم أيضا بتجديد الخليقة بإيصال رسالة الخلاص لكل الخليقة. نصلي اليوم في هذا القداس حتى بالفعل نقدر نشتغل على نمونا الشخصي ونمو الجماعة أيضا، حتى نقدر نعظم على مثال مريم الله اللي من خلالها حقق عظائمه، وأيضا ما كانت فقط أم يسوع لكن أيضا كانت أم للكنيسة. آمين. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس. أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. صبر صبر في الضريا بغرد مشيحة وذمي قيرة عن مذبع قدشة يا ربي يا ربي يا ربي
ذكرى موته ودفنه وقيامته. ها إننا بحسب وصيته نقرب لك هذه الذبيحة يا ربنا وإلهنا، فتقبلها منا بنعمتك ورحمتك الآن وإلى الأبد آمين. وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا توضع هذه الأسرار المجيدة على المذبح الغافر، وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء، له المجد الآن وإلى الأبد آمين. يقبل هذا القرآن بوجه المشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا معونة وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس. نذكر على المذبح المقدس العذراء مريم أم المسيح. من الأزل وإلى الأبد آمين. يا رسول الأمن الوحيد وأحبيني صلوا إليهم السلام في المسكونة. ليقل الشعب كله آمين وآمين. ذكرك يا مرتومة على المذبح المقدس مع الأبرار الصديقين والشهداء المكللين. هذا على رجائك جميع الموتى، ابعثهم يا رب في قيامتك المجيدة. أؤمنوا بالله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض، وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي حبل به بواسطة الروح القدس وولد من العذراء مريم، وفي العهد بيلاطس الرومي صلب ومات ودفن ونزل إلى الجحيم، وفي اليوم الثالث قام من بين الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب الكلي القدرة، ومن ثم يأتي ليدين الأحياء والأموات. وأؤمن بالروح القدس والكنيسة المقدسة الجامعة وشركة القديسين وغفران الخطايا وقيامة الأموات والحياة الأبدية آمين. اذكروا في صلواتكم آباءنا المطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، ولا سيما لأجل ميخائيل الشماس عزيز وزوجته بسيمة جرابيت، أنور جرابيت هندي وزوجته نجيبة متياس وشقيقته نعيمة، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارخ ما. نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة، إذا هلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، نسألك متضرعين أن تعبدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. إخوتي تبادل السلام لمحبة المسيح. طوبى للسعينا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب والشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المسيح.
يتقرب القربان لله رب الكل. يليق ويجب. السلام معنا. يستحق اسم ثالوثك المجد من جميع الأقوال، والشكر من كل الألسن، والسجود والتعظيم من كافة الخلائق. أيها الآب والابن والروح القدس، يا خالق العالم بنعمته، ومبدع البشر برحمته، ومخلصهم بحنانه، ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين، ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك، ورؤوات الملائكة ومواكب الروحانيين، خدام النور والروح، والكاروبين والسرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك، ننشد قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي الإله الصباؤون السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم أشعنا وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب، اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبل
يا رب لأجل نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد العراق وسكانه، وهذه المدينة كركوك وأهلها. وأهلنا وأهلها، صلهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف، وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح السلام السماويين وأمان البشر، رقد الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة. أنهي الحروب واهد الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف، لنعيش حياة هادية واسعة بالنقاوة والتقوى. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء مجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسول عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحيي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. لياتي روحك القدوس ويحل على قربانا هذا ويباركه ويقدسه، غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء عظيما للقيام من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك، وبأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في بيعتك المقدسة بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية، ونحن غير مستحقين. آمين. نحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم، باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي، باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر، باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. لقد أفرزت هذه الأسرار المجيدة وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت باسم الآب والابن والروح القدس، مغفرة لخطايانا ورجاء عظيما للقيام من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي هاهنا وفي كل مكان الآن وإلى الأبد. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب والشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بالتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وتأثر بالغ، ونندم تائبين على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم، واغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات، واغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ونفوسنا.
وعداوة. اغفر يا خطايانا وزلاتنا. نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. اغفر يا خطايانا وزلاتنا. ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا خطايانا وزلاتنا. لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الخالدة. لنصلي السلام معنا. مثل ما موجود في الخليقة هذا التوازن البديع اللي خلقه الله، أيضا الله يدعونا إلى التوازن ما بين البشر مع بعضنا البعض. فلهذا في كل قداس نحتر نطلب المغفرة من الله ومن إخوتنا الآخرين اللي أخطأنا بحقهم. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتجربة إلى أبد الأبدين. آمين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة، نطلب إليك مبتهلين لا يرى ولا يرى، لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. آمين. سلام أخو أمام روحا وتشاب قديش يا إبش الموثى لتكتمل معنا بالمراحل موهبة سيدنا ومحيينا يسوع المسيح إلى أبد الآبدين. آمين. إخوتي، تناديكم الكنيسة: تعالوا واقتبلوا جسد الإبن واشربوا من كأسه بإيمان للحياة الأبدية. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا. تعال بيننا
سبحانه وعلى مولده التي لا توصف. لنصلي السلام معنا. نشكرك أيها المسيح ونباركك يا من حللت في قلوبنا إذ أسمعتنا كلمتك الإلهية وغذيتنا بجسدك ودمك. نسألك متضرعين أن تثمر فينا هذه الأسرار التي احتفلنا بها وتناولناها رجاء وسلاما وبهجة الآن وإلى الأبد. آمين. المسيح الذي غفر ذنوبنا وخطايانا بجسده ودمه، المجد له في كنيسته، ونحن أبناء رعيته ليفرض علينا نعمه وبركاته ومواهبه، ولينجنا من الشرير وأعوانه، بصلاة أمنا الطوباوية مريم وجميع القديسين، كونوا موسومين بعلامة الصليب الحي، ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة، الآن وإلى الأبد. آمين. في ظل